ليلى الوهابي، مدير المسؤولية الاجتماعية في عمان تل. شكل البحر منذ القدم جزء من حياة العمانيين، وتزخر السلطنة بالعديد من المواقع التي تضم أحياء بحرية قد لا يوجد لها نظير في مناطق أخرى من العالم. كما ساهم الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة بحماية البيئة البحرية في الحفاظ عليها من تأثيرات النمو الاقتصادي والعمراني، وهو ما أضاف قيمة أخرى لهذه المواقع. نحن في عمان تل سعداء بدعمنا لمبادرة عمان انفوكس 2، والتي ستساهم بتقديم السلطنة بما تضمه من مقاصد سياحية ومواقع بكر للأحياء البحرية. كل التوفيق عمان انفوكس 2.